هل تعلم أن المدرسة الفلسطينية حنان الحروب فازت بجائزة أفضل معلم في العالم نتيجة تميزها بأساليب تدريسها مع الطلاب؟ فنحن حتى نبدأ بهذا الطريق لازم نعرف شو هي المبادئ والأساسيات والاستراتيجيات اللازمة. فهيدا الكورس رح يقدم لنا المواضيع التالية: المصطلحات الأساسية المتعلقة بالتربية والتعليم، المبادئ العامة للتعليم والعوامل المؤثرة عليه، بالإضافة للتخطيط في التعليم كالخطة السنوية وعمل خطة الدرس والمحتوى والأهداف التعليمية ونظريات التعليم واستراتيجيات التعليم، إضافة إلى الأساليب والتقنيات التعليمية المختلفة والمتنوعة جداً. شو رح يفيدني أنا تعلم هاي الأمور؟ تطوير نفسي وتطوير مهاراتي لمجال عملي المستقبلي، كمان بالإضافة إلى تجهيز لامتحان كابسيسي وفهمي وتطبيق الصحيح وإبداعي في التطبيق رح يترك بصمة جميلة جدا عند الطلاب ويحببهم أكثر بالعلم. بانتظار انضمامكم لنا بهذا الكورس، والسلام عليكم ورحمة الله.